الولايات المتحدة الأمريكية وجهت ضربات عنيفة بالقرب من الحدود العراقية وتحديدا على الداخل السوري. موجهة هذه الضربات على الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وذلك بعد أحداث خطيرة للغاية جرت في 72 ساعة الماضية. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون هي التي تحدثت بشكل رسمي عما نفذته الولايات المتحدة الأمريكية من ضربة جوية فعالة. أيضا جاءت بعض التطورات التي تحدثت عنها القيادة المركزية الأمريكية التي جاءت بعد هذه الضربة. كل هذه التفاصيل وبداية قصتها كانت من الأربعاء الماضي، الأسبوع الماضي، نتحدث عن 22 من مارس تحديدا، عندما جاءت 3 شاحنات من البرادات التي من المفترض أن تنقل طبعا الخضار. الفصائل المسلحة في العادة تنقل عن طريقها الأسلحة، وتحدثت عين الفرات المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا عن أن هذه الشاحنات دخلت عبر المعبر الإيراني، وفجأة عندما دخلت إلى الأراضي السورية بالقرب من قاعدة الإمام علي ومقتربة من الحزام الأخضر، ظهرت فجأة طائرات مسيرة مجهولة. يعتقد بشكل جازم بأن هذه الطائرات المسيرة هي طائرات إسرائيلية، ووجهت الضربات طبعا واستهدفت هذه الشاحنات مع مستودع تتواجد فيه رواتب الفصائل المسلحة، كانت قد دخلت قبل يوم أي الثلاثاء الماضي ودمرت طبعا هذا المستودع. في العادة عند هذه الضربات ومثل هذه الضربات تقوم الفصائل المسلحة بشكل عام تنظر لها وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية وتلوم الولايات المتحدة الأمريكية على ما يجري، وإن كانت هذه الطائرات إسرائيلية، بمعنى آخر بأنها لن تستهدف إسرائيل بل ستستهدف الولايات المتحدة الأمريكية لسبب مهم يذكرونه دائما، ألا وهو يقولون بأن القوات الأمريكية الموجودة هنا في قاعدة التنف، في هذه القاعدة التي تعتبر هي منطقة 55 كيلو هنا في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، يقولون عادة للولايات المتحدة بأنك أنت من سمحتي لهذه الطائرات أن تمر من فوق أجوائك وقامت بهذه الضربات وبعد ذلك عادت سالمة غانمة، وعلى هذا الأساس أنت أيتها الولايات المتحدة الأمريكية تتحملين المسؤولية. ولذلك لم تكذب الفصائل المسلحة خبرا أبدا وقامت بتوجيه ضربة، وفجأة ظهرت طائرة مسيرة واحدة كانت قد استهدفت بشكل مباشر إحدى المطارات التي تأتي طبعا بالقرب على الحدود، أيضا قريبة من الحدود العراقية السورية وقريبة طبعا بشكل مباشر من إقليم كردستان. نتحدث هنا عن مطار رميلان، جاء طائرة مسيرة واحدة فجأة وحققت ضربة كبيرة مدوية، أدت هذه الضربة إلى عملية مقتل متعاقد أمريكي وجرح متعاقد آخر، وأدت إلى جرح 5 جنود أمريكيين. وطبعا هؤلاء الجنود الأمريكيين 2 منهم تمت معالجتهم في الموقع، و3 منهم مع المتعاقد الذي جرح أساسا تم نقلهم إلى الداخل العراقي إلى المرافق الطبية الخاصة بالتحالف الدولي من أجل معالجتهم. كانت هنالك تفاصيل تحدث عنها مسؤولون أمريكيون نقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية، أكدت بأن المنظومة الرادارية الموجودة في مطار رميلان، هذه المنظومة الموجودة كانت على إحدى القواعد أو إحدى المنظومات الدفاعية الموجودة في هذه القاعدة، هذا الرادار لم يعمل. بعض التفاصيل التي نشرت عن هذا الرادار بأنه كان أساسا تحت الصيانة وجاءت هذه الضربة بالطائرة المسيرة، وبالتالي لم يكن هنالك الوقت الكافي للأمريكيين الموجودين في مطار رميلان للخلاص من خطر هذه الضربة، وحدث ما حدث. وعلى هذا الأساس كانت هنالك أيضا تفاصيل تحدثت عنها CNN تتساءل هنالك نوع من التحقيقات والضبابية التي طبعا فتحت التحقيقات من أجل إزالة الضبابية عما جرى، هل أن الفصائل المسلحة كانت تعلم عما جرى فعلا وبأن هنالك ثغرة أو صيانة لهذا الرادار الذي نتحدث عنه، أم أنها جاءت بالصدفة هذه الضربة؟ بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية تأكدت تماما بأن هذه الطائرة المسيرة هي طائرة إيرانية، وليس هذا فحسب بل أن هنالك تفصيلا نشر من الفويس أوف أمريكا عن طريق كلارا باب، وهي إحدى المراسلات المهمات طبعا وإحدى الصحفيات في الفويس أوف أمريكا، تحدثت أن نوع الطائرة التي استخدمت والتي أدت إلى قتل
المتعاقد الأمريكي في مطار الميلان هي من طراز قاصف واحد، وقاصف واحد هي من الطائرات التي تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن. هذا النوع من الطائرات طبعا ظهر لدى الإيرانيين أساسا عندما كانوا يقومون بالعديد من المناورات مثل هذه المناورات التي ترونها، وخاصة بالتركيز على هذه الطائرة هنا. ستلاحظ بأنها متطابقة مع الطائرة التي نتحدث عنها، وطبعا هذه الطائرة سبق وأن حققت استهدافات على المملكة العربية السعودية، ليس فقط على الحكومة الشرعية في اليمن، وإنما كانت قد استهدفت السعودية فعلا. وهذه واحدة من الطائرات التي قاموا بتجميع أشلائها من قاصف واحد التي نتحدث عنها، وأيضا كانت هنالك لقطات لتصدي الطيران السعودي الحربي طبعا لهذه الطائرة كما تلاحظون. واضحة تقريبا هذه الصورة قادمة قد تكون من عام 2021 لنفس هذه الطائرة التي أيضا كانت لها استهدافات على الإمارات العربية المتحدة في فترة الرئيس الأمريكي الحالي طبعا جو بايدن، وتسببت في حينها بالكثير من المشاكل. والمثير بهذا الأمر أن هذا النوع من الطائرات قد ظهر في العراق مؤخرا في شهر يناير، تحديدا في 20 يناير من هذا العام، عندما قام تشكيل فصيل عراقي اسمه تشكيل الوارثين الذي ترونه أمامكم تبنى تماما عملية بالهجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة التنف التي تحدثنا عنها، الموجودة في المثلث الحدودي بين العراق وبين الأردن وكذلك بين سوريا. ونشروا هذا المقطع المصور بعد يومين تقريبا، وسترى المقطع المصور للطائرات قبل إطلاقها على قاعدة التنف. ستلاحظ نفس الطائرة التي نتحدث عنها وهي قاصف واحد، هذه الطائرة التي أصبحت على ما يبدو موجودة ليست في اليمن وإنما موجودة في العراق، وقد تكون أيضا موجودة في سوريا. والمثير هنا بأن هنالك جماعة أخرى اسمها لواء الغالبون هي التي تبنت العملية التي جاءت على مطار الميلان التي أدت إلى ما أدت إليه من عملية مقتل المتعاقد الأمريكي وجرح الأمريكيين، وتسببت بالكثير من المشاكل طبعا. وإذا ما لاحظنا واحدة من الملاحظات المهمة على هذا اللواء من البيان، دعونا نقترب قليلا من عدد من النصوص، سنلاحظ بأن النصوص المذكورة هنا فإنك ستلاحظ بأنهم يذكرون الأمور من وجهة نظر العراق بتوقيت بغداد على سبيل المثال، كذلك أنهم يذكرون بأنه ولن ينعم الأمريكان بالأمن في العراق وخارجه، وهذا قد يعطي فكرة عن طبيعة من أين من الممكن أن تكون انطلقت هذه الطائرات المسيرة، رغم نفي الكثير من الأطراف الموجودة في العراق المرتبطة بالفصائل المسلحة بأن الفصائل العراقية الموجودة في العراق لم تكن مسؤولة عن هذه العملية، لكن البيان يأتي من وجهة النظر العراقية. ما هو مثير أن هذا الفصيل وهو لواء الغالبون سبق وأن ظهر كفصيل مرتبط ب المقاومة الوطنية في سوريا كما يطلقون على أنفسهم طبعا بهذا الشكل، أي أنه فصيل من المفترض أن يعمل في سوريا، فالبيان شكل، وكذلك ما ظهر عن هذا الفصيل شكل آخر وشكل طبعا مختلف. وهنالك طبعا السؤال، هل الطائرة جاءت من العراق؟ هل هي جاءت من سوريا؟ عندما ننظر إلى الطائرة وإلى إمكانياتها لقاصف واحد تحديدا، فإنك سترى بأن المدى الخاص بها هو عبارة عن 150 كيلومترا، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار على سبيل المثال بأن الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا على سبيل المثال هي التي قامت بتنفيذ وأطلاق هذه الطائرة المسيرة لنفترض من دير الزور أو على سبيل المثال من الميادين، فإن هذه الطائرة بالمديات التي نتحدث عنها ألا وهو 150 كيلومترا ستكون بعيدة للغاية، أي انطلاق بهذا الاتجاه على سبيل المثال إلى القاعدة ومطار الميلان، فإن المسافة يعني تصل إلى حتى أكثر من 250 كيلومترا، مسافة بعيدة للغاية على طبيعة هذه الطائرة، هي غير قادرة في حقيقة الأمر على الوصول إلى هذه المسافات إذا ما تحدثنا عن قاصف واحد التي جاءت عنها كل هذه الإثباتات. وهذا ما يضع أن عمليا منطقيا، خاصة وأن النقاط والمناطق باللون الأصفر هنا هي مناطق تواجد القوات الأمريكية التحالف الدولي وكذلك قوات سوريا الديمقراطية، هنا يضع السؤال إذا ما كانت فعلا الطائرة المسيرة قد جاءت من العراق على سبيل المثال من مناطق بهذا الاتجاه من سنجار أو غيرها، لأن هذه المناطق لا تبعد إلا 42 كيلومترا 60 كيلومترا هي مع مدى هذه الطائرة، وبالتالي المنطقة الأقرب هي العراق عمليا مع هذه المعلومات التي نتحدث عنها، ولكن الفصائل في العراق تنفي هذه المسألة، وهذا قد يعني بأن الطائرة أما قد طوروا مدياتها وقامت بهذه الضربة، أو أن هذه الطائرة هي مختلفة أساسا عن المصادر التي نشرت وبأنها استخدمت
استخدمت في نقاط أخرى وليست هذه النقطة، بالتالي هي قابلة للتفسير طبعا، ولكن مبدئيا بالمعلومات المطروحة لا يوجد هنالك غير العراق بأنها قد انطلقت منها إما كان واستمر مداها على مسافة 150 كيلومترا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتظر أحدا أبدا، طائرة إيرانية استهدفت متعاقدا أمريكيا مواطنا أمريكيا قد قتل مباشرة، وجهت ضربات عنيفة للغاية على دير الزور، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن أيضا الميادين والبوكمال كانت قد استهدفت، ولكن التركيز في البيان الأمريكي على دير الزور تحديدا. تحدثوا بشكل واضح أحد المسؤولين الأمريكيين إلى النيويورك تايمز، كان قد قال بأن مستودعا للذخيرة قد استهدف وضرب، وكذلك مبنى للتحكم ومبنى أيضا لتجميع المعلومات الاستخبارية هي كانت الأهداف الخاصة للقوات الأمريكية. وصدق أو لا تصدق أن هذه الضربة أدت إلى العديد من القتلى بين الفصائل المسلحة المقربة من إيران، ووصلت طبعا إلى 19 شخصا بحسب ما نقلته وكالة رويترز أو حتى المصادر الموجودة في سوريا. بعض المصادر تحدثت بأن القتلى من الفصائل المسلحة المقربة من إيران وصلت إلى أكثر من 20 عنصرا. لاحظ الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها بسبب هذه الضربة، وطبعا كانت هنالك أيضا لقطات من طبيعة هذه الضربة، كما نلاحظ هذه لقطة من طبيعة الانفجار الذي نراه الذي جاء من الضربات الأمريكية. ليس هنالك شيئا واضحا، ولكن نوعا ما هنالك وضوح في هذه الصورة، نوعا ما مع طبيعة الأوصاف التي جاءت عن المنطقة قد نستطيع الوصول إلى النقطة التي طبعا ضربت، وأنت هنا أمام بوابة واضحة جدا رغم أنها طبعا ظلام دامس، ليست هنالك كثير من الرؤية التي نستطيع من خلالها الوصول إلى طريق أو نجاح، قد تكون صعبة للوصول. هنا كما تلاحظ أنت أمام عمود، وهنا عمود آخر، طبعا عمود يبدو أقرب، هذا يعني أنت أقرب إليه، وهذا العمود الأبعد أنت أبعد إليه، طبعا نوعا ما أبعد منك وأبعد من هذا العمود، وهذا سياج آخر ببساطة، يعني بأننا نقف على الشارع في الجهة الأخرى من هذه المباني، وهذا طبعا هو المدخل الذي يوضح بأن هذا المبنى، لاحظ هذا المبنى الذي ترونه واضحا، وهنالك علما سوريا مرفوعا على هذا المبنى، وهي علامة مهمة للغاية، توضح بأن أن أمام هذا المبنى أيضا مقابله مباشرة مبنى منفرد كبير أبيض موجود بهذا الاتجاه، وبأننا أمام نوعا من الأعمدة الكهربائية هنا وهنا داخل هذه الساحة، والانفجار قد جاء في هذه المنطقة المفتوحة التي نراها. أيضا كانت هنالك لقطات مثيرة نشرتها وكالة صدى الشرقية، وهي تأتي من طبيعة النقطة التي ضربت في داخل دير الزور، ودعونا نلقي نظرة عن هذه اللقطات التي صورت على ما يبدو من مراسلين أو أشخاص تابعين لهذه الوكالة، وستلاحظ بأنك أمام سياج، أمام نقطة سنصل إليها الآن، هي النقطة التي استهدفت في وكالة أو عفوا في دير الزور في هذه المحافظة. هذه النقطة نصل إلى بوابة ونصل إلى نقاط أخرى مهمة للغاية، دعونا الآن نلقي نظرة على طبيعة هذه المنطقة لنتأكد هل ما هي النقطة فعلا التي ضربت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسببت بهذه الخسائر. طبعا رأينا هذا السياج باللون الأسود الواضح طبعا من هذه اللقطة، وأيضا اللقطة الأخرى وهي اللقطة الأهم، فأنت أمام طبعا السياج ينتهي بهذا الشكل، يأتي سياج آخر طبعا، وهذا هو عمود آخر وعمود إلى الداخل موجود، وواضح جدا بأننا أمام مستودع كبير هنا قد دمر، واضح جدا اللقطة من طبيعة هذا المستودع والذي صور من قبل هذه الأطراف الخاصة بصدى الشرقية. بعدها جاءت صورة البوابة التي ترونها للمنطقة التي تحدثنا عنها مع هذا المبنى، نوعا ما هذه الصورة تتشابه مع الصورة التي لاحظناها قبل قليل وقمنا بتحديدها، البوابة المبنى، يعني نوعا ما هنالك تشابه رغم اختلاف التوقيت وصعوبة الملاحظة. ولكن إذا ما اتجهنا الآن إلى دير الزور بين الحدود بين العراق وبين سوريا، نتجه الآن إلى دير الزور مع ملاحظة بأن ما نشر وقيل بأن المنطقة هي حي هرابشة في دير الزور مقابل إسكان الضباط، هنا إسكان الضباط، هذا هو حي هرابشة، نحن أمام هذه المستودعات التي ترونها، لنبحث عن البوابة التي ركزنا
وركزنا عليها ستجد بأنك في هذه المنطقة أساسا أنت أمام هذه البوابة وهذا المبنى، وواضح الظل الخاص بالعلم الذي ذكرناها له وهو العلم السوري، وبالتالي بالاتجاه إلى الشمال قليلا الابتعاد قليلا سنلاحظ بأن العلامات نوعا ما متطابقة مع ما تحدثنا عنه طبعا من ناحية هذه هذا هو طبعا نقطة الكهرباء أو هذا العمود الكهربائي، وهذا هو العمود الآخر الموجود هنا بهذا الاتجاه، وأنت ستلاحظ أيضا بأن هذه هي البوابة، هذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه، وهذا هو العلم واضحا أمامك، وها أنت أمام عمود كهربائي، عمود كهربائي آخر في داخل الساحة أمام هذا المبنى، يأتي المبنى الأبيض، وهذا يعني أن هذه النقطة بالصورة الليلية هي التي ضربت طبعا، وإذا ما قارنا مع صدى الشرقية واللقطات التي صورت بالاتجاه إلى اليمين قليلا، فأنت ستجد السياج الأسود الذي هو طبعا سياج محصن مهم موجود هنا، هذا هو السياج الذي ترونه، وهذا هو واضح جدا كيف أنه انتهى السياج الآخر، هذا هو العمود الكبير، وهذا هو العمود الذي يأتي كان إلى الداخل ويوضح بأن فعلا هذا يؤكد أن هذه هي مستودع ومستودعات الذخيرة التي تتواجد فيها أسلحة الفصائل المسلحة المقربة من إيران والتي دمرت، وهذه المنطقة التي ضربت ليست منطقة عادية أبدا، الذخيرة الموجودة لا يجب الاستهانة بها، فعندما نبتعد قليلا الآن وسنلاحظ أمرا مهما قريبا من هذا المستودع، هنا المستودع وحي هرابشة، وهذا هو مطار دير الزور، عندما تقترب من هذا المطار إلى الشمال لكي توضح لك أهميته ستلاحظ بأن هنالك منظومات دفاعية مكثفة تقترب من هذه المنظومات، ستجد بأنك أمام بوك 2 أمسام من منظومات الدفاعية المهمة التي يمتلكها الجيش العربي السوري طبعا، وأيضا نقطة مهمة ألا وهو هذا الهنجر، عندما تقترب منه وتحاول العودة في التاريخ قليلا إلى عام 2021 إلى أبريل تحديدا كما تلاحظ، نعود بالتاريخ، تظهر لك طائرة مسيرة موجودة في دير الزور، طائرة مسيرة لا تقبل خطأ أبدا، وبالتالي أنت أمام منشآت ومخازن مهمة للغاية موجودة في هذه المنطقة، وطبعا بالنسبة للفصائل المسلحة بعد هذه الضربة لم ينتظروا أبدا وقاموا بتوجيه ضربات سريعة استهدفت بشكل مباشر قاعدة حقل العمر النفطي التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، وكذلك استهدفوا أيضا قاعدة كونيكو، طبعا عمليات الاستهداف هي كانت قادمة من دير الزور وكذلك كانت قادمة من الميادين، بحسب القيادة المركزية الأمريكية أكدت بأن 10 صواريخ استخدمت من الميادين مباشرة وقامت بهذه الاستهدافات، وبعد ذلك ABC نيوز الأمريكية وكذلك حتى جينيفر جريفن إحدى المراسلات الخاصة بال فوكس نيوز الأمريكية تحدثت عن هجوم بالطائرات المسيرة، وبأن الطائرات المسيرة بحسب هذه التفاصيل هي 3 طائرات مسيرة استخدمت على قاعدة كونيكو، لكنها لم تحقق أي أضرار، لا قتلى لا جرحى نهائيا، وهذه طبعا الضربات عندما نحاول الاقتراب الآن من هذه القاعدة أو من الميادين تحديدا، فإن مصدرنا الخاص أطلعنا تماما عن النقطة التي انطلقت منها الصواريخ تجاه قاعدة حقل العمر النفطي، هذه هي الميادين، مصدرنا الخاص تحدث بأن النقطة كانت قريبة من مدرسة عبد المنعم رياض التي ترونها هنا، ومن هذه النقطة تحديدا أطلقت هذه الصواريخ تجاه قاعدة حقل العمر النفطي بهذا الاتجاه، يعني باختصار بأن الضربة كانت بهذا الشكل. دعونا نعود إلى هذا الفيديو مرة أخرى إلى اللقطة الأخيرة، اللقطة المهمة للغاية التي نريد التركيز عليها طبعا، وهذه هي اللحظة التي طبعا والمنطقة التي ضربت واستهدفت، أي أنها جاءت من هنا من المنطقة التي تحدثنا عنها وحققت الاستهداف على القرية الخضراء، طبعا سقطت الصواريخ بعضها على المدنيين، نتحدث عن عدد من الصواريخ التي سقطت بهذا الشكل على المدنيين، لم تحقق الكثير إلا أنها جرحت فعلا امرأتين وكذلك طفلين، وهذه هي أحد الشظايا نوعية الصواريخ التي استخدمت طبعا من صواريخ الجراد، هذه الضربات وكل ما جرى هو أغضب طبعا إيران بشكل مباشر، نتحدث عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان واضحا في 24 ساعة الماضية وقال أن استهداف لقواعدنا التي اتفقنا بها مع سوريا مع النظام السوري فإننا سنقوم بعملية الرد بسرعة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد صراعا أبدا، وهذا رغم الرد الكبير الذي قاموا به بحسب تصريحات صدرت من جون كيربي المتحدث باسم المجلس الأمن القومي للبيت الأبيض من كندا في لقاء مع الـ MSNBC كما ترونه، قال بأننا
لا نريد أن يصل عن مع إيران. نفس الأمر ظهر من جو بايدن أثناء زيارته إلى كندا، قال لا نريد أي صراع من إيران، وهذا قد يكون لأسباب وما قد يفسر لماذا الولايات المتحدة تتحدث إدارة بايدن بهذه الطريقة، لأن الأسبوع الماضي كانت هنالك بعض التحركات الدبلوماسية المهمة مع إيران. كان هنالك اتصالا بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مع رئيس وزراء قطر بهذه الطريقة في 23 مارس، لاحظ قبل أو أثناء أساسا هذه الأحداث كان هنالك اتصالا مهما قد حدث بهذا الشكل. وفي نفس اليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان كان في اتصال مع نفس الشخص رئيس الوزراء القطري، ودائما قطر تلعب أدوارا وسيطة في مسائل ما يأتي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والاتفاقية النووية. هنالك مساعي دبلوماسية من الإدارة الحالية، حتى أن الواشنطن فري بيكن كانت قد كشفت أيضا مؤخرا قبل هذه الاتصالات حقيقة بل في 24 مارس كما تلاحظون، أي بعد يوم واحد فقط، أن الولايات المتحدة ببساطة قامت بعملية إعطاء مهلة للعراق للقيام بعملية تحقيق الدفعات للغاز الطبيعي للإيران. سمحوا لهم ادفع أيها العراقي للحصول على الغاز الطبيعي، وبالتالي الكهرباء لك ولديك 120 يوما، توفر الكثير من المنافذ للإيران للخلاص من العقوبات التي دائما ما تؤثر عليها. طبعا هذا الأمر هو جعل الواشنطن إكزامينر الأوساط الأمريكية الأخرى تعترض تماما على هذه السياسة. بدأت تجد الأوساط الأمريكية بأن الولايات المتحدة والغرب يقودون الشرق الأوسط إلى حرب، لأن إيران في الفترة الأخيرة وصلت إلى تخصيب عسكري عال بنسبة 83.7% على بعد 6.3% من التخصيب العسكري للوصول للقنبلة النووية، وبالتالي إيران قريبة جدا من القنبلة النووية. لماذا أنت تتساهل يا بايدن مع هذه الأطراف، خاصة وأن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ألا وهو جنرال مارك ميلي كان قد تحدث الخميس الماضي أمام الكونغرس الأمريكي تحديدا مجلس النواب الأمريكي، قال يمكن لإيران أن تنتج موادا انشطارية لصنع سلاح نووي في أقل من أسبوعين، ولن يستغرق الأمر سوى عدة أشهر أخرى لإنتاج سلاح نووي فعلي. أنت تتساهل مع إيران وإسرائيل تتحرك وبنيامين نتنياهو يتحرك إلى أوروبا ويتحدث لأوروبا ويقول لهم بأننا سنضرب إيران عندما نريد وعندما تتعدى 60%، وذهب الآن إلى لندن، بل إن العقوبات أيضا لا تنفعكم في حرب روسيا وفي أوكرانيا أيضا، فالاستخبارات البريطانية كشفت بهذا الشكل اليوم كما تلاحظون في 26 مارس بأن روسيا بدأت في تلقي عمليات إعادة إمداد منتظمة بأعداد صغيرة من طائرات الشاهد 136 مفخخة بدأت تصل. بالتالي إيران لا تشعر بالضغط أبدا، لكن الإدارة الأمريكية تبقي اللحظات الأخيرة، تبقي الخيط الأخير من الدبلوماسية للعودة للاتفاقية النووية. والسؤال الأكبر هنا، كيف ستنتهي هذه الأمور؟ هل ستنجح الدبلوماسية؟ هل سندخل في تصعيد أكبر؟